هل انذار الحريق متطلب في المباني السكنيه؟ ايوه متطلب. وهل بكتفي بالجهاز فقط؟ لازم، لا يكون عندي سموك ديتكتور، ولازم يكون عندي طفايات للحريق في الاماكن العرضه لاشتعال النار. يبقى لازم يكون عندي طفايات للحريق، ولازم يكون عندي سيستم انذار حريق سموك ديتكتور، والجهاز الخاص بالديتكشن الخاص بالحريق مهم جدا.